عفاريت في قلب البيوت. حضرتك اوري لك. اساسا الناس كلها بتخاف تخش الحاره بالليل. انا عن نفسي وانا داخل الحاره دي بحس ان حد بيكتفني وانا داخل الحاره. انا ما بنامش، بحس بحاجه ماشيه ورايا. بدنا نشوف العفاريت. ربنا بقى ينجينا من اللي احنا فيه ده. في عفاريت كمان بتطلع هنا؟ حضرتك اوري لك. انا اقول لك اول واحده اخويا محروق في قلب البيت. ازاي؟ بنشوف اخوها يعني. البيت بيفضل يضرب ويقلب في البيت والتعبين والدنيا بنلاقيه. ايه اللي بيحصل بقى في البيت؟ ايه اللي بتلاحظيه يعني؟ ايه اللي بتلاحظيه وبتشوفيه يعني؟ عفاريت في قلب البيوت. مش بيوت مهجوره؟ اي مكان مهجور. بحس بحاجه ماشيه ورايا وبنسمع بالليل صوت بتاع دوت حاجه بتقول عو. يا ريس هنا بنسمع اصوات غريبه قوي والعيال الصغيره بتتفزق بيقول لك ده احنا مثلا بنلاقي صوت هنا حد بيجري ورانا مش عارف ايه. انا عن نفسي وانا داخل الحاره دي بحس ان حد بيكتفني وانا داخل الحاره او وانا خارج منها بالليل. حضرتك شايف قاعدين في خرابات اهو، بنخاف كلنا نقعد فيها عشان الحاجات المسكونه فيها. كان في واحد مولع في نفسه ولما دفناه وخلصت المشوار يعني بتاعه ده كده بنسمع اصوات غريبه قوي وصوت الحقوني طفوني الحقوني النار ماسكه فيا. وساعات بنسمع صوت اللي هي الفراخ اللي ولعت جنب منه دي بتقعد تكوكي طول الليل. هو بيت قريبنا بس انا ما بحبش اطلع. مش اصوات غريبه هنا بالليل ولا اي حاجه؟ انا ما بنامش. اشوف اللي لابس ابيض ويخش من فوخه كده. واحنا قاعدين مثلا في الحاره بنلاقي اي حاجه معديه كده لابسه ابيض بتلاقيها واقفه في اي شباك من دول يعني بنتفزق كل ثانيه ودقيقه بنتفزق والله. بدنا نشوف العفاريت. اي مكان موجود. وتعابين ودنيا وجين. مانعين الناس تبني وحرامية تقطع علينا. يجوا يشيلونا زي ما شالوا بقية الناس من هنا يودونا في أي حتة نضيفة. لا إما كانوا سابوا الناس اللي قاعدين في البيوت هنا كان كل أقل واحد كل واحد مشغل له قرآن ما كناش هنشوف أي حاجة من دي. نفس اللي إحنا نستلم ونقعد في شقتنا. ربنا بقى ينجينا من اللي إحنا فيه ده.